فيكم في درس جديد من دروس تعليم اللغة الإنجليزية مع دينا. في درس اليوم راح أعلمكم بعض الكلمات أو الجمل اللي مهمة جدا في أوقات في التعارف أو لما بتتعامل مع أشخاص وبيصير في محادثة بينكم. كتير مهم إنه تعرفوا تردوا على هاي الجمل أو هاي الكلمات. يلا نبلش سوا. أول جملة، زي ما بنحكي بالعربي تشرفت بلقائك أو بلقائك، نفس الشيء عنا بالإنجليش، فبنحكي I am pleased to meet you. I am pleased to meet you. I am pleased to meet you. تشرفت بلقائك. Pleased here بتختلف عن كلمة please، يعني لو سمحت. Alright. تشرفت بلقائك بنحكي I am pleased to meet you. أوقات ما بنحكي كلمة pleased، ممكن نحكي لو word تشرفت honor. Honor اللي هو شرف، الشرف إلي إني عرفتك، فبنحكي I am honored to meet you. I am honored to meet you. إلي الشرف إني قابلتك. I am honored to meet you. أحيانا بنحكي إلي الشرف إني عرفتك أو عرفتك. So نستعيد بكلمة to meet you بكلمة to know you. To know you. So بنحكي I am honored to know you. إلي الشرف إني عرفتك. And as زي ما حكيت دائما إنه ما في عنا مشكلة مذكر ومؤنث في اللغة الإنجليزية. I am honored to know you. Or I am pleased to know you. أنا سررت إن أنا أعرفك. سررت بمعرفتك. I am pleased to know you. Or I am honored to know you. طب شو ممكن أرد على شخص بقول لي تشرفت بمعرفتك؟ ممكن نحكي زي ما بنحكي بالعربي الشرف إلي. So بنجاوب pleasure is mine. Pleasure is mine. Pleasure is mine. أو أحيانا بنحكي شكرا. شكرا. فالجواب بيكون thank you. Thank you. Thank you. So إما بتحكي pleasure is mine. الشرف إلي. أو شكرا. كلمة شكرا. Thank you. Thank you. إذا حد حكى لك thank you بنرد عفوا. عفوا. فبالإنجليش بنحكي welcome. Welcome. Thank you. شكرا. Welcome. Welcome. عفوا. عفوا. أحيانا ما بنستخدم شرف إلي، ممكن نستخدمها في يعني للأصدقاء والأصحاب، نحكي إنه سعيد، فرحان إني شفتك أو شفتك، سعيد بلقائك، سعيد إني عرفتك. ده كلمة سعيد أو فرحان هي كلمة happy. So instead of مكان كلمة pleasure منحط مكانها happy. So بنحكي happy to meet you أو I am happy to meet you. I أنا happy سعيد إني قابلتك. I am happy to meet you. I am happy to meet you. ممكن إن ما نحكي I am ونحكي بس happy to meet you. Happy to meet you. I am happy to meet you or happy to meet you. أو I am happy to know you. I am happy to know you. سررت بمعرفتك. I am happy to know you. I am happy to know you. أو happy to know you. Happy to know you. سررت بمعرفتك. سررت بمعرفتك. فعنا هيك إما رسمية تشرفت أو happy سعيد وفرحان أو سررت بمعرفتك أو بلقائك. إذا بدي أحكي لو سمحت، اللي هي لو سمحت إنه بدي يعني لو سمحت بدي أمره، لو سمحت تعطيني الكتاب، أو لو سمحت عشان يخليه ينتبه إلك، لو سمحت نحكي بالإنجليش excuse me. Excuse me. Excuse me please. Alright. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me يعني عذرا أو لو سمحت ممكن excuse me. Excuse me. لو بدك تحكي
بأكتر إنها تكون أدباً بنحكي please هي لو سمحت excuse me please أحياناً بنستخدم excuse me قبل ما نطلب الطلب فبنحكي excuse me please can you لو سمحت ممكن إنه excuse me please can you excuse me please can you لو سمحت ممكن إنه يعني بعدين تطلب إيش الطلب اللي بدك إياه سو بتضيف كلمة can you excuse me please can you excuse me please can you نقدر نستخدم كلمة please لحالها please لما بدك يعني تترجى حد أو ممكن نستخدمها لمكان لو سمحت فبنحكي please يعني ممكن تعطيني الكتاب please can you give me the book please alright هي أدبا أحسن من الواحد إنه يطلب هيك يعني أعطيني الكتاب فبنحكي please can you give me the book please هي أدبا وبتخفف الطلب فplease نستخدمها في أكثر من 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 مكان إنه ممكن تستخدمها لما بدك تترجى شخص please أو إنه أدبا قبل ما نطلب الطلب فبنحكي please can you give me please فهيك بيصير الطلب مخفف وأكثر أدبا please يلا نتعلم الاعتذار أحياناً مو رسمي فبنحكي sorry I'm sorry أو إن بتحط كلمة I am sorry in English بالإنجليزي بنحكي I am أو ممكن إن نجمعها سوا بنحكي I'm which means أنا I'm sorry or I am sorry أو sorry I'm sorry I am sorry or sorry فهي معناها أنا آسف ممكن نستخدمها بصورة غير رسمية بس لنفرض بدك تعتذر من حد بصورة لبقة ورسمية جدا فمنحكي بالعادة أعتذر منك نفس الشيء عنا في الإنجليش أعتذر منك يعني I apologize from you يعني أنا apologize اعتذر from you منك I apologize from you نتعلم كيف نحكي الكلمة apologize ولازم ننتبه انه هي حرف الب ب مش ب I apologize غلط I apologize from you أعتذر منك فممكن نحكي sorry أو I apologize أحياناً مع الاعتذار بنكون بدنا نحكي أنا ما قصدت يعني لم أقصد ذلك في الإنجليش بنحكي I did not mean it أو نجمعها I didn't mean it so did not تنجمع سوا بتصير didn't I didn't mean it أنا لم أقصد ذلك so بنحكي sorry I didn't mean it يعني ما قصدت I didn't mean it I apologize from you I didn't mean it وآخر شيء رح نتعلم إذا بدك تحكي لشخص اعتذر منك ما في مشكلة بنحكي no problem means ما لا problem مشكلة يعني ما في مشكلة no problem وأحيانا بنضيف it's okay no problem I'm sorry I didn't mean it it's okay no problem It's okay, no problem. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من درس اليوم. لسر نجاح تعلم أي لغة اللي هو التدريب. ضلوا تدربوا وضلوا احكوا قد ما فيكم هدول الكلمات اللي تعلمتوهم. وإن شاء الله بشوفكم بالدرس الجاي.
وإذا عجبكم درس اليوم لا تنسوا الاشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم مني كل جديد. دروس اللغة الإنجليزية رح توصلكم مني كل يوم أحد وخميس إن شاء الله. شوفكم في الحلقة الجاي. Thank you for watching. شكرا لمشاهدتكم and goodbye. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.